الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كحل رسول الله. وباب يهي وحكي مد إن كل في نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم عن شرس ومري علانك صوبنه يوحي كعر وبتميس. قال: حدثنا محمد ابن حميد الرازي، حافظ ضعيف وإن حافظ من حيث الضبط والحفظ لكن ضعيف وهي أو لكر الوئدي، ومن شيوخ الترمذي وابن ماجه وأبي داود. صدح له ولاد شيخ محمد بن حميد بن حيان الرازي، حافظ ضعيف. أرض شهادة كرة قيستي ترمذي مساء شمائل يا مال السؤال هو يدي يسوي دعي صاين وحافظنا يه ضعيفنا يه هاي مركا حفظه بس كوما في الصومان الصمر من حيث الديانة. يا الله ويا ربي وذاتك. قال: حدثنا أبو داود الطيالس سليمان بن داود عن عباد بن منصور الناجي، عباد بن منصور الناجي وأن صدوق أما ثقة، لكن رواياته عن عكرمة وضعف كجرة، رواياته عن عكرمة والله ويا ربي وعفاد بضنب وحيليه. حديث عباد بن منصور الناجي عن عكرمة ومدلس تدليس باكجرة، وحكور حديث تسققات عن عكرمة عن طريق إبراهيم ابن أبي يحيى الأسلمي عن داود بن حسين القرشي عن عكرمة لبوا استنحلك قوم بيليه. عباد بن منصور الناجي هي عكرمة لبوا ذات باكجرة إليه عفاد، وننك كوباد ليداد إبراهيم ابن أبي يحيى الأسلمي شيخ الشافعي الكذاب، وإن كذاب ومطروقة. أما داود بن حسين القرشي مولاهم أصوى أن صدوق وأنا ضعيف في عكرمة عند الجمهور، ضعيف في عكرمة لوضع أن وننا ومطروق هاي ننا رواية ديس عكرمة الله ويرره الله الدوره أيو قوينها يا عباد. مركا أحاديث بقافة كورية، مركا عباد المنصور الناجي عن عكرمة فرتاسا كوكوذن برتاسا كبدا. عن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي قال: اكتحلوا بالإحمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اكتحلوا كون ركوشا بالإحمد، إحمد كجيت كالليل هذا ورقح رقح حرارته كلا ومذون له برون له، وهذا الوئي بيه نيروبي الوئي بيه حرم كان عندنا بدل كوار في سوي لغوين دقوش حرارتي دقحت العسون وحاوية لغوين دقوشه وروحي برتون بوان فع روح كعصب بكوري داف بك قاضة هي مركزات كبرتين وين ده هسكس وريدين انت ضم قاطان اثمتك. طيب روحي لقب سدي عادة كده كتيبه وان فعه، لكن ده كعصب مال ما وجوه الرئيسة عند حنوم بلقى قاضة قلنا وحيلين كيس أرجن كي أصل كأ وحلا جم قاضوا في عين لكن حباب مغشوشة وان اسم الاهين بابريهان دنبي ايه لسكو حبشا حبسو دو ان حبسو دين بلغاق قدي ملبان ملبان بلغو قافي شيء ارجن كاي اصل كهدي او يهي لب مقارين بيلين علوم بدو اكتحلو كوين دكوشة بالاثم دي دقاح الليلة دي اثم تكونو وار دقاح اسمدو اما قدودا اما برونكا اي هادة بالله استعماله محافو ايدي سأي تاي فإنه اثم تكو يجلو وحو فايدا البصر ارقا هلي بحنك ايه قدودك ايه حبها النوع عصورا بإشا كالقرهايا واستافي قريني وينبتو حراليا الشعر حربتا ورأيا تماها حربتا أنا أوبحيا إشا الدفاع. وزعم وحوش يا راوغو يعني زعم ليس على أصلها ذكر إلا متهاي هذا هنا. وزعم وذكر وحوش أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له نبي أنه لها مكحولة وإن أقول حلاله وويل كي يركي عند كورك الغشبطة دلاله يرتأ هي برتا يرتأ هوينك الغشبطة يكتحي وكي عند كولان جرى منها من المقبلة كل ليلة هبين كستا ثلاثة صدح قريئة ما صدح مرين في هذه الشمليك وثلاثة صدح كلا في هذه التبديه يعني هبين والبرنامج سيحانا يؤثمت كاسو كو عند كولان جرى إشنا صدح قريب مرين جرى تنبديحنا صدح قريب مرين جرى ساسو إجيدا. وزعماء وذكرى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان له مكحلة
نقول وويل كن أقولك ويل كن يركع أمر الله النقض أمر بره النقض أمر معدني النحاس ينمر النقض كاسة اللوجي ده يكتحل وكن دكون جل منها من المقحلة كل ليلة هبين كست ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه مرك ووتر تراس در أيوم مرين جريوي انت انضم بأيضو آد بي مصفك النقيب تنضم بي وزعم أن النبي كان لهم مقحلة يكتحل منها ثلاثة في هذه وثلاثة في هذا أيضا شاهد في عنا ملها وتوربضا وضعيفة وحاول الله شجائنا منكرتها. أما حديث كأنه سور اكتحل بالإثم دل فإنه يجل البصر وينبت الشعر شواهد بضن بوليه ونس هاي من حيث المتن. أما من حيث السند ضعف قاسا كجراء. حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري ومن شيوخ الشيخين بخاري مسلم رقى وحكور شام من عرصوي قال حدثنا عبيد الله بن موسى العبسي وأن الإمام إلا أنه يتشيع وأن كو إذن جري يحيى بن معين أبو زكريا وكو إذن جري أحمد بن حنبل وكو إذن يوهي أحمد بن حنبل بوحو كهالي ننهم أيوب كهالله وحلو وأن متشيعة من أستاهل أحاديث قاركود إن لقاقا طوود دري ابن معين بوقف حكوي لتشيع أطقها ستو عبيد الله بن موسى العبس أطقها ستو وحا قدرا شيخ عبد الرزاق إن همام الصنعاني تشيع قرن عيبا قدرا أحمد وحد عبيد الله بن موسى أورتي عبد الرزاق أنا أغلى حتى بلا عبد الرزاق أنا أحاديث بضم بتكوري سابوه ووين بتكبح ستيبه وهدي عبد الرزاق أتكهر شو وحتكبه قيسار رحلة دي يمانية دورنا نكاخ سارته وانت سو احد ذي كافة كذان او يحبو كان خسارة او واحد او كان نغضه حيو لغو خسارة يدد لغو خسارة عبيد الله بن موسى نواتك حمينيس بمعنى واد اي حتيب وجيده هذا عدالت هاي ودحبحات هاي عبد الرزاق من هما سنعاني اي عبيد الله اسمي المري وليب الشيخ هذا عبد الرزاق كسي اللي تي هلفا اقادو لكن عبيد الله بن موسى نكورد هيا عبد الرزاق نوان كان موسى هيا باب ما جاء في الاحة ويبوت او شاسي او رسعون يسمعها يعني لما إمام بعز قال محمد وحوم مقطع يحن معين اجتهاد أهم وحوم مقضي أحمد أنه هرفا ضعاد وصنكاء هاي تاسمرك لما يرى علماء الله الدوري دي لكن أبو الصومالي تهي علماء وحلقا شيء الله الدوري بلغوا له أولها سبور دوان قال حدثنا إسرائيل ابن يونس ابن إسحاق السبيعي عن عباد المنصور الناجي حاء حاء تحويل الإسناد باللوية قالناه سنة كورا كوري كوي سنة كلا أقل قوليها تهرلي ده هوسو بحكورو بحسو مقرني سوو لهو ديو كلاوه سنة كورين سوو ادنا كوور يوغو متكلا أبتر كلا إيقا دقي سوو حاو تحويل إسناد بان لويا قانا هذا يوحن صومر رسنة كي من طريق محمد بن حميد الرازي عن الطيالسي عن عباد المنصور عن عكرمة بين صومر وطريق لبادو مركة كي ما هي عن عبد الله بن الصباح الهاشم البصري عن عبيد الله بن موسى العبسي حدثنا إسرائيل عن عباد إذا نوحل سوي مد عباد عباد هذا محمد نقول هي مدار الحديث ثلاث ومرتين بين الطائف مدار الحديث بعباد نقول هي لأنه حاسكوه يمد إسرائيل يو حاسكوه يمد ياكله أبو داود الطيالس لا بد أن نبقى شو يمد حا وحدثنا علي بن حجر بن ياس السعد الشيخ من الشيخ وياه شيخ الأربعة مئة وعلي بن حجر بن ياس سعد من روى علي بن حجر بن ياس سعد بخاري مسلم ترمذي النسائي أفرتاس قال حدثنا يزيد بن هارون الواسطي قال حدثنا عباد المنصور ومدار الحديث مش حسبوي مت يزيد بن هارون الواسطي عن عباد عبيد الله بن موسى عفوا إسرائيل بن يوسف عن عباد هي الطيالسي عن عباد مدار الحديث هو عليه عن عكرمة فهو مركز وأنك سلام الرأي حديث عباد المنصور عن عكرمة إن أم دلسي هاي انقطاعي تدليسنا كجره وبحوة تدليسنا يا حديث النوع عصر أنه حققة عن إبراهيم ابن أبي يحيى الأسلمي عن داود بن حسين القرشي عن عكرمة عن ابن عباس مركوا ترجمة أما سرد منكر وعند الحفاظ عن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله رسولك يوحوها يكتحل كين ركوشة قبل أن ينام انتو سنسيحان كهر بالإثم دي ان ركولك إثمتك الليلة وردك حرار أويه كاسو كون ركولنجري ثلاثا صدحوا ان ركولنجري
في كل عين إلا والبباء إلا والبباء صدح مر قرب مرين جري ويصدح قري. وقال يزيد بن هارون الواسطي وحولي في حديثي وحكوش أسوه ورقه رئيسا شيئا إسرائيل إيو طيالس أيسا شيئا إلا أرضدي عباد بأس هيسيه. وقال يزيد بن هارون الواسطي عن عباد في حديثي أي في إسناده وحكوي لمكو ورنها يصوه إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني سيدك باكو قدرا والوسو قابية مركز بن هارون عن عباد المنصور عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي هوي سداسة أسكو حرام طايا واركا والسكس وقاب صلاة. وقال يزيد بن هارون الواسطي في حديثي وعصوي إن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة وحولها أول إن أقول بولها مكحلة هو أول كإن أقولك يكتحل وإن أقول جل منها حق هذا عند النوم فردد أكتيد ثلاثا في كل عين إلو البصدح قور أي مرجر وترك أصغه وعلى أمارة ده حديث قد باكو تيمت حديثكم مركا من حيث المتني وعن لي انتهوا عليكم بالإثم دام يكتحلوا بالإثم دي فإنه يجل البصر وينبت الشعر أدلة شواهد بضم بيلي ذاي أما قيبتا ضم بي إلو بين صدح مرين جري وذا دب ضم باوير روح إليه المصر طريقا عكرمة كتما دا عن عباد المنصور عن عكرمة طرق ضروبة كليتي من ضعف با كجرى ضعف قاسون كبمينين لمن هو ضعف منجبرة أي إليه. حدثنا أحمد بن منيع البغى وأبو جعفر شيخ موي شيخ الجماعة قال حدثنا محمد بن يزيد عن محمد بن إسحاق عن محمد بن كدر عن جابر هو ابن عبد الله الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم أي إلزموا وهذا هو واسم فعل أي اسم فعل الأمر واحد يجرتين بالإثم ديجيت كإثم كأغاذة عند النوم مقاط تيحان إيسان فإنه يجل البصر أرق فيدا يعني هو النظيف ياوي إن ذهب اللوج هذا بصرك أرق تذا أود القوة البصرية الإدراكية كذا إيش اللوج هذا إيش سافك لغاية البصر يعني وحال إطلاقي مركاسي ولا إطلاقي معنيه وحال اللوج هذا عينتي ذات ذي باللوج هذا أما محل كي باللوج هذا إيش هذا ومحل كي حالقنا والقوة البصرية الإدراكية قوة وحلوة أركو عندر كان يهرب كل حجرته أي بصر كلي هذا واحد وسافر قرين هي وإيشة إيش وسافر كان يقعي وحيه لبحونا صوف ولا وحي كل شيء بيها حتى تلك قاركو دي إيش بيها كذا دي أوكله وحاطنا وداو كيها وينبت وحود لي الشعرة تمها أما حربها إيش أيوة لي حربت اللوجدة تمها كل كذا كلام واحد قوات تمها إيش حربت يا ذا حرب الله حربه سند كان صوغ مركه وحسن سند كان سند حسن أوي أما عن عنت ابن إسحاق مبلغوع لينكر محمد إسحاق ابن يسار صاحب المغازي عن عنت إسحاق مبلغوع لينا يا لكن حديثك أنت سكلي وفي عينها علك لنا مقابه راوي صوص عدنا متابعين دونه متابعات بدنا واجران شواهدنا واجرة وشواهد حديث ابن عباس هذا أنه صوم كمده كان ضم بإيمان دونه كمده مطابعنا واجب تاي عبد المحميد في مسندي إسماعيل المسلم المكي أيام مطابعين هيا طيب أسقن وضعيف إسماعيل المسلم المكي ضعيف لكن ضعف يلتو وضعفي لقاته في مطابعاته والشواهد. حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني وشيخ الجماعة إلا ابن ماجه فإنه يروي عنه بواسطة وإن صمر إلى تاي قال حدثنا بشر المفضل عن عبد الله بن ابن عثمان ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خير حالكم إن كله إن قيبه أوناكسا وحاوي إن خير حالكم إن كل كنك أوناكسا وحاوي أخير بغان الإثم دو قيدك أما رحاس إثمتك يجل البصر أرب فيدا وينبط وحون ريا الشعر حربها يتمه نوار الشاه. حدثنا إبراهيم ابن المستمر البصري روى له الأربعة أصحاب السنن أيو شيخ إيهاي وشيخ أصحاب السنن أبو داود ابن ماجه يترمي النسائي شيخه ذوي قال حدثنا أبو عاصم النبي أبو عاصم النبي البلغ عن أخيهاي مقعي سنة الضحاك ابن مخلد بالي الضحاك ابن مخلد أبو عاصم النبي نبيلك والروح سنقرورك وين سنك وين وين ناد صندير وسنقرور وين بؤها عن عثمان ابن عبد الملك المكي المؤذن عن سالم ابن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليكم بالإثم دي فإنه يجل البصر وينبت الشعر. إذن كاس أغاذا الليل
إثمتك أسقاه وقالوا محي أرقنا وفيداء ونظيفية عندها اتمها نوار عليها. حديث أنا شوف مرفوع كياني باب الشمائل وحقوق كياني إنه النبي ومرسان جري واستعمال الدين لقولك وليبا خاصة بالك إثمتك اللي إذا سي وثر أنا ومرسان جري. أما قيبتا قولي إن خير حالكم الإثمد يجل البصر وينبت الشعر وخارج عن الشمائل وأمر يوناك إيا للمسلمين تنبغوا أمرا يوغوني أما من شمائله وإنه نبغوا رقا كاسمين جرى مرسان جري نبغوا إنه نكولان جري واسوغانتا يا حديد رمبا إنا كنت ميت. حديث كان تنبيه مركا سعيد بن جبير سعيد بن جبير عمنا عباس تروى يكا ابن عمر با أيا آد أسوغان أما كيورا ابن عباس طريق كيما عكرمة وطريق عباد بن منصور الناجي سوغوا فربا كوغوذان من حيث المتن قيبته رينا يسوغانتا هاي بشواهدها وإنه تلماني مركا حتى أضادهم كف عينين نقول كأذان كف عينين أما الصمالد وأيسان لبا يابس وذات كم مرصدة دواء هنها الله مرصد مت كان إثمت كا ولبا تقيد كف عيني هاي بي لي أطبضه تقيد تتك وهي لدى رجل دمر با وف عيني عرت يرك أنا وف عيني هاي لكن إنك تلي رجل شاب كا إن ده فكك بين هذو مرصدين ودبا لقى يابي لي مركا ونافع للشيوخ وللسبيان ياد بوف عيني هاي قال لي يرضنا كما في عاي إرادان ومسألة طبية من كل إلا تنبو سمطلقة أيوة أماني. باب ما جاء في لباس رسول الله وحكو يمد رك نبي محقاب لبسك نبي ركو حرنجري يقاب كل لبسنجري وحكو شعلا. حدثنا محمد بن حميد الرازي الحافظ الضعيف قال حدثنا الفضل بن موسى السيناني فضل بن موسى السيناني وأبو تميلة واسمه يحيى بن واضح أبو تميلة مقعيسى يحيى بن واضح بألي هذا وزيد ابن حباب يعني رقاسي ومقرون وفضل موسى يا ابو تميل زين حباب والسكو قبطي قرني يا قران بادتك الليله هذا اما عرفوا حتر هذا بقى. عن عبد المؤمن ابن خالد المروزي صدوق لا باس به عن عبد الله بن بريده عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها قالت كان احب الثياب الى رسول الله القميص بعض النسخ في قرى هي ان كان احب الثياب الى رسول الله القميص امرك لبدا معنى بوا سوره قلوي كان احب الثياب برمتك لوغ جعل يحي و هو اها وكان القميص احب الثياب النقن هي هذه اللي استمر مريو هذيك اللي كان احب الثياب الى رسول الله القميص اي انه ودا اعراب لكن سده هوره ان احب لا كردبو ايا داينه في عنت كان أحب الثياب وأحب الثياب درك اللوغو جعل يا وحو إلى رسول در لحيدو نبي وحو اوغو جعل القميص أو القميص قميص كو جعل قميص كنا كان ضاد حيرتان تولون اي ودا سوقدو وي بري هان دنبه وا لا بدلو عرف في عربد وا اسبدلو هذا قميص كو حي قانا شارك عادي شارك لحيدا غاوان اسر والله لو قاتي هاف كا كاسي قميص دها قميص كان دير سومالو هذا حيرتي لو ودا قبانا ثوب اي دهان ثوب ثوب أي قانا ما قيعب برلانا ثوب مرأها قميص كيسيه قميص كنا شعر كي جابنا به كديجن عرف جاسي هذا لي دول الخليج بدن كود عرب طبعا لكن قميص كنا بوا تكال لقاه لوا مت كان ليره ولا صعودا يا هذا الله حدوه قميص كنا عاص زيل سيد اللي وجود قال لهم جري بودد يا فردها اللي وجود في الجري أنا وقرب ما هي بقى مت كان هذا الله قبيه ضد كي حدان وكذبرها يا بقى وكوكو فيه ما بأردي كرت ما بدنا قاطع فرصة فودي بودي يلاوت إسكاب داي أبو بكو دبر هيا هذا من فودي إسقليتان ما بدنا قلنا مكتوب كات الله بقى الله ما بعتك تجان سيد أدرت يد بدقيدة وسما قيد وحيد هذه قميص كنا بيحرين جروا ميت كان باكستاني قد العسان هل كان فايش كله هل كان نكد العسان يعني كنت دبرين شغل بالي غير كنا وحيد المامن وها قميص واسع ولا قاطع شام وواسع مروي وسيد حجاب في الأحجار أيوه وأيضا لما بسدي عبايات السوق على سعونيس بعد كان تكتجان روبان قبر جدًا سيدا إن الله سقى هيو مت كان ما هاي بيليه هذا وسيك استمر نقطة بعد كان شلوب جاء الله حدوه هذا سمر شلوب بيد هاني شلوب بيد يجرين كان أحب ثياب إلى رسول الله رسولك لا يحق يسوح الله وجه على وحوها القميص حديث كنا ترمي وحولي في جامع وحديث حسن وغريب كنا أرجع ذا وحلا إنفرادي عبد المؤمن عبد المؤمن ابن خالد المروزي تفرد به مركز غرابة حقاسة كذا إيمانيسة
حدثنا علي بن حجر بن ياس السعدي قال حدثنا الفضل بن موسى السيناني عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة قالت كان أحب ثيابي إلى رسول الله القميص. كان أحب الثياب مرمت كل وجع عليه النبي وجع على وحوء إلى رسول الله القميص لما معروف النبي وجع على يعرون إليه معناها كوباد وأستر وأستراد أصاع وغفي عن شركة هذا وطن بقار وسيا قار كربة مو بذا جاره ونكو أستوري مدة كله قميصها واقع وحلقش سمينجر صوفك عطبك بل لو يغن كتانك أما قطنك لو يغن أيال لغا سمينجري مركا مركا انت استكال وحوء بدنا إن دورت حولها لغا سمينجري geelo dhogortiisay iyo ariga iyo idaha iyo waxyaabaha laga sameen jiray dhogorta xoolaha dharka laga sameeyo waa dhar qalafsan oo ruuxa xagan hayo xagana markay qoyaan ama biyo ay gaadaan ama uu roob ku doocso yuco soo shiira oo sijiido baa isan fiicineyn bay noqon jiray nabaguna hawsha waa naxba dharka marka kutaanka laga sameeyay ama katanka laga ama qodniga cudbiga laga suubka waxa u taqaanaa hada la beereey nabaatiga dharkaasu nabagu jecelaa kow xanaf badan ma lahayn waana carfahayay labada arimood manab uu doortay ee qodobkaas iyo inuu astar aha astar oo ay soo saabiqo jirka wada gaarayo kor hoos ba astar ahaa ayuu aha labada macnuuna ugu jeceladay culimadu badan kood leeyihiin hadathana ziyad ibn ziyad ibn ayyub al-baghdadi wa nahafidhu thiqahu wa mashyukh al-bukhari wa muslim mashyukh al-bukhari wa muslim shaykhan ka wax ka wariya iyo limxu ah rag badan ba إن هذا اللوج عليه وقيمة بدون حافظه هاي وجبل إلى أحمد واجدا بأورنجري شعبة صغير شعبه يرى شعبه شعب الحجاج الواسطي أبو سلام الواسطي إن صوم الري في عراق بفنجة رجع أبوها كجرا يقيمها بضناه بكش بيجري أحمد قال حدثنا أبو تميلة ويوجد سنة كهورية كان ضم بينه ضم بيجيبا لبضوا حكود الورقين على عبد المؤمن ابن خالد المروزي سنة كوريه محمد حميد الرازي يكيداً بعلي من حجر من ياس السعدي انتبا وحيون مرهيين منك الليلة هذا خالد عبد المؤمن بن خالد المروزي لماذا سندب وحين قصوا مري عبد الله بن بريدة عنه مسلمة كان ضمبنا عبد الله بن بريدة عنه مسلمة هو شو أقول الحصول لأنه خلاف بترمذي تلمام الدونة خلاف بترمذي تلمام الدونة تامرك وإن مسكح ذي مانتا لغوها يوي حدثنا زياد ابن أيوب البغدادي قال حدثنا أبو تميلة يحيى بن واضح عن عبد المؤمن ابن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أمه زيادة سنة كسوقة في سومارة عن أمه عن أم سلمة لابد السند وهوري من نوها عن جماعة ورنهيين أي هايين فضل موسى يا أبو تميلة زيد ابن حباب عن عبد المؤمن يا طريقي حجي فضل موسى السناني كلي مرهي عن عبد المؤمن بن خالد لبوض بميسن شيقين عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة المباشرة كدقين هذا لكن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة وهي هو يدي ومركز سحابية أما من كبار التابعين من كبار التابعين وحياة أصدق عبد الله بن بريدة يا وحور شيء شيء يطمنك هجرده شيء يطمنك هجرده خلافه دي عمر بلوغيري أيو دشاي إسلام تحلق أمو ليسيها عبد الله بن بريدة دشاينا سو إسلام وين ما طيب مركا حافظ مروحوت المامائين يتهاي من السحابيات بعدها العلم حيث المامائين من كبار التابعين هوين يسهلا معها أديو الكذب أقول دشاي شيء يطمان كي جرد إلا النبي كوي يطمان كبير أنت أبو بكر بعلا وسنة هاي عمر بلوغي سيبا يلقوار دشاي عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة قالت كان أحب ثياب إلى رسول الله يلبسه القميص القميص ترمذ وتحسيني حديث كبغوين في المصابيح صنواك تحسيني جملة ذنبية يلبسه جملة حالية كان أحب الثياب ترك اللي وجعله إلى رسول الله يلبسه حاله وحرني إلا صدق قيسا أما اللي قدونه لغسح ومسلكا لكن ترلح في طوي حاله معناه سيكون فائدي يلبسه حاله وحرني القميص بغاه dar la xidho nabi go qamis buu ugu jecaa hadii wax la sadaqaysan ama la goglana dar kale uu nabi ugu jecaa waa dhici karta laakiin inda libas thubku u jecaa kan weeya loo jeeda waa jumla xaaliye ay fi xaali kowni yal basbu la yaftarishu wala yatasaddaq bihi khilaaf timarka sanadka soo galay baa hadda ka hadlaya al imam at-tirmidhi wuxuuna yiri
هكذا قال زياد بن أيوب في أخذي يبقى إسخلافي بولا شيوخ ذي يبقى إسقلي وزياد بن أيوب البغدادي شعبة الصغير. إذن بريدة عبد الله بن بريدة هي أم سلمة رحوض وحوق ليه هو يدي محمد بن حميد الرازي هي علي بن حجر بياس السعد وحوى صدى ميسان شيغين قاسوا إنه تلمام هاي. قال هكذا قال زياد بن أيوب وشيخ الترمذي في حديثه أسوى حديث تسمرك ورني وحجري عن عبد الله بن بريدة عن أمي عن أم سلمة. هذا بس زياد بن أيوب ما لقي انفراضي إن سندك هو يلا سوق ليه مسوى لقو راعي. وهكذا روى غير واحد سداسين أوريا حديث كبول هل نوحك بضن. وهكذا روى أي بزياد سدو زياد بن أيوب البغدادي يالي أي حفاظ بضن يالين بوله. وهكذا روى غير واحد عن أبي تميلة مثل رواية زياد بن أيوب هل حافظ وحك بضن بحديث كوري عن أبي تميلة سد زياد بأغوري عن أبي تميلة. وأبو تميلة يزيد في الحديث عن أمه وأصحه. إذن زيادة يا وطا وحاوتوا يا أبو تميلة وطا أبو تميلة أي وطا مركة أرضي بأسكو خلافي حديثك كقادان هي أبو تميلة ومحمد بن حبيد الرازي هي علي بن حجر مياس السعدي زياد بن أيوب البغدادي لبضه رمى إسان شيغين عن أمه ما إسان شيغين مركة الشيخ ولا أبو تميلة كقادان هي وركاسي وقال فاما إلى الطالب وشيخ هوري أبو طميل محمد حميد الرازم بأبو طميل وحكا سووري. أما سند كالضم بأصغو فضل موسى أيابه في المطابعين هي عدم الذكر الأم في السند. وعلي بن حجاج السعد وحتاجر هي رواية ديس وحي حجين إزار رواية محمد حميد الرازم. هذا مرك وحي صحيحين هي أبو طميل وضمري وحان نقول هاي وأوتو حامر كليه لبنان كليه وأنك ضعيف كحافظك أها يزياد بن أيوب البغدادي كلاهما يروي عن أبي طميلة سداس ومجيلة. هذا بقى أبو طميلة ملغو راعي مثل قمر راعين ها ولو راعي حفاظ كلي أي حديث كاللور يسوي أبو طميلة وأيوه مرنا الشيء مرنا أنشيء سيدو كلي أرضي زياد بن أيوب أبو تميلة كقاتم لغو راعي نعم ولغو راعي وغير واحد بروع عن أبو تميلة ساس أم جيدا سيدا راجحانا وأم كينا نمشي لغو شيء سيدا حوق بضان وحاوي أن أبا تميلة اضطرب في ذكر الأم في السنة دي وفي إسقاطها مرنغو قوية مرنغو شيء علضنا معها عن التلاميذ نمئ هي أفضوا حكاتي من عن شيخ نفسه شيخ أبو تميلة أيام أو يحمل واضح مقع سلا إذا هذا يا مرنا سندك هو يقلين جري مرة جون جري مرة جون جري نبينا وحيدين يحدع كرته إن واجه هوري عبد الله بن بريدة حديثك وهو يدك قدن جري عنه مسلمة واجد ذنبنا أم مسلمة دوا بعمر ذو كنتن يروك بجريوتي إنه هلاي إلا وحلاقي بنيروبنا الشيخ كبرت وشيخ الشيخ يسوع الصومالي جو واجد دنبال لقحي أما إسكا وصفرته الصومالي أتك شيخ قبض هالشيبة وحين تقدم بوذاتك كبير كاواد كدي مرها ضمنك ويناها هالشي بس مرها تقا قاليسا فقو حيليه واجر وحا دعي قرت عبد الله بن بريدة كان يروي الحديث عن أمه عن أم سلمة واجد دنبوح لكل أم سلمة إذن فترك الواسط مركا عبد الله بن بريدة مرنا حديث كهويد أتيرين جري عن أم سلمة مرنا قوين جري أبو تميلنا واحد بمقر سيطان نقطه هو يدي الشيء التنفيذ هي الشيء الدي أنت واحد بحديث كيري مايو إلا بدأ سنة كيراء أصحسن بخاري يتمي وحي مرهيان إن هو يدي ماشا لغشة أصحى وأبو تميلة يزيد في هذا الحديث عن أمه وأصحه زيادة إنسانة أمك لقليه هو يلقليه بأصحى من عدم ذكر والإسقاط ساس أجيلا هذا ربنا نحي إليه إسقاط كحوق بضن وأن لسكو هيا إنه إسقاط حوق بدين وحاقوتو صهيا رواية كبضن كود هي مشيقة رواية كبضن كود حديث كقضانية عن عبد المؤمن ابن خالد المروزي كقضانية أصدق طميلة الأقرانة مشيقة هي ذا سكت وانا قلت وحاوي النبي قلت لك واجع على قميسك مركة وإن لك على ضوء ولا حر ضوء النبي قال لك قضى ضوء ويوحي صورة قلع وأنا مركة جوقتها دمال المسلمين أي جوقات
ومسلمين يكون بدنيهم أما قميص كبار لقى حدوم هدي أذ قال دح جوبت وقميص اللي هو بدله هي أما الوقوف ظولم بفرح كقاضي فرح كقاضي صار وهدي لكن أضعف ستوه هدي لكن أضوا إلى ضبط دريجس وير كودي إن المروجين تودي أفكي يوع هي أضن كي قالين سو تجناتنا وغير لكن هذا ضبط كبر قيسه وحويان واتكدين كارت حدثنا عبد الله بن محمد ابن الحجاج الصواف وشيخ الترمذي فقط شيخ الترمذي فقط الصواف البصري قالوا يقعنه قال حدثنا معاذ بن هشام صدوق ربما وهم قال حدثني أبي أبيه هشام ابن عبد الله الدستوائي عن بديل يعني ابن ميسرة العقيل عن شهر بن حوشب وأن صدوقه هو حسن الحديث السير راجحة أدب الله والروا صدوق كثير الإرسال والأوهام حفظ جنسوان في عن لكن وأبا وحلقوا إذا بيت مالك أيوح يركقها طيب أدب الله قال خريطة قندي وحك جريب وقاطي وبيت مالك قاطي كو إذا وضب أدب والريع وداء نمنا وادفاعين وحيليه متأول بؤها هذا يبدأ عضبا إن بيت مالك بنك المسلمين قريلا يقند وحكو جرى أوقات أصبع أبهان وحاجة بالغية ما أما متأول بقى أما ما بدير تبع أدب اللو الدفاع أو هم بضن أو قلي أخضابا أو قلين وحلقوا الدفاع وباط علم إليه إيه لبك لما قبي إرسال بضن بقرعة وهم نوالي هاي ما كان لدي بقبي حبيتك وحكو قبي فتح البارقة إن كان إنه يا صدوق الحسن الحديث وهذا هو صور وهذا هو صور ما لها كائن ضعيف يا بوت المامان لكن فتح حكم كقرن بحق بضن لا سيما روايتي قصابس عن مولاته كبرنا وحكونا يا صحابية ده فريسة وأضن الله مركة عن شاب بن حوشم عن أسماء بنت يزيد ابن سكن الأنساري أسماء هذا شاب بن حوشم أركت عن أسماء وأسماء بنت يزيد ابن سكن الأنساري أسماء بنت أبي بكر معها أسماء بنت عميس معها أسماء وحكوري وإسلام تأساق فريسي مولدي سأحيد قالت وحيتر أسماء كان كم قميص رسول الله قميص كنا محمد عمتيس وحي أهيد كم كوا ماشا هل كان وي عمت ماشا قعنت قميص كان كم قميص رسول الله رسولك لا قميص كيس عما عمتيس أما كم كيس وحوها إلى الرسغ عما عمتيس وقارجري هل كاس وقارجري رسغ وماشا ألتقى أن محوها عما عمت كفك ماشا بكلا بحكاس وقارجري هذا وحي ماشا قليس بيه بكاء قاله وصخت بكاء قاله ودم كم شق يسلك تين ماشى عم عمتين إلا سوق جارسيو عكرة ذا ماشى عكرة إلا سوق جارسيو يا رصقة سيدنا صان سينا والله آخر يا صادنا والله آخر واسك مت وحديث حسنة حديث حسنة وحديث كاني إذا مر كانوا إسبال النبي وسمين جرنا قعان له وسيد هذا أدون كلا قصنا مياه مصاريد ويا غير كتب صنا مياه وهل كابيح إلا جيستو ماشى إلا جيو والله قعان تلا قريو وبهدي حد جدو بوي قميص كانوا وكل من يشاركنا وباباء آية ونكاوى سخوي وحكسنا وقاقوه الرأي حدثنا أبو عمار حسين ابن الحريث الخزاعي شيخ الجماعة إلا ابن ماجه وإن صوم رئيطي وشيخ الجماعة إلا ابن ماجه قال حدثنا أبو نعيم الفضل ابن دكين قال حدثنا زهير ابن معاوية عن عروة ابن عبد الله بن قشير عن معاوية بن قرة عن أبيه قرة بن إياس المزني قال أتيت رسول الله رسولك يا هبن أتري في رهط مع رهط في بمعنى معوي ادخلوا في أمم وكلاي لمعنى طاي في أمم مع أمم في رهط مع رهط جماعة معيد إلى أفر إلى أفر بقول أذوق إلى صدح إلى أفر إلى دور يطلن بالجارسية إلى 40 بالغو قدر راضي وجمع لا واحد له من لفظه أتيت رسول الله رسولك لبنو أمت في رهط مع رهط أنا وكوح لسعود وقوم بأن لسعود ومن مزينة ريم مزينة قبيل كريم مزينة وقلت كذا شيء معاوية قرة وكذا شيء لنبايعه على الإسلام بوجهه سان إسلام كبيعه ولا قل نبيكم إن إلى ياه الرومان أو المسلمين نهبان يتوحيد يا سلام يستقام ونبيك بيع كل قل وإن قميصه نبيك قميص كيسنا لمطلق أفريا حلق نبيك أترمي إن كبع النبي وحوحين وقميص أفرا قل وسيه برنامج أفرا حبط كي يلا بتبع نبغ أفرا وقميص كبع قل وسيه كفرا وإن قميصه أما وأن قميصه لمطلق أي لمطلق الأدرار قلوسها برميسها فراء رواية كحدث أولي وحور حل قبو
oo shita ah oo baraf dhacay nabiga u tagnay markaas qamiska uu qabay xataa galwasiiba u furan nabigu qabuu wax ma yeelahay tayib aw ma qala wuxuuli wa inna zirra qamisihi mutlaq qamiskiisa galwaskiisu zirrigu waa badhanka ama galwiska waxa u taqaana mutlaq waa furra oo ma xidhnay قال وحولي قرة بن إياس فأدخلت يدي قعنت يدي بان قليي في جيب قميصي فقبض قميص كيسي جيب كوا هالكن كان ما كان صوف كيسي هولا كان ليلة هذا جيب كوا هالكن لقنطة ما يشان لقنطة بكفر أي قميص أيها جيب الله جيدا فأدخلت يدي قعنت يدي بان قليي في جيب قميصي قميص كيسي رقبت يسي لقنطة بان قعنت قليي فمسستو سنك إلا كثريا أفسحا مسست ببعض النسق ورا لكن فمسست وحان تابتي الخاتم فراتي بان تابتي فراتي اما كاتون اما علامات النبي مبوضة قرب نبي قلتها لي بقى عنت الله لي وحاد مدى مركا ان قرة من اياس او اغاء علامات قرنة هذيك لم يحوق عنت ماشو قشد او قدون هولو كور قبي اهيد ودنا وحالي ام ايه ان تبرك الا نبي الله بركة يساب بنانا يدي هذا بنا هدي وحون لقيه لي إنه تبرق عن تمشي أقولي كدمنا عن تأي كل عضي مشى أيضاً أياد يا دعي كرته فما سست وحان تابت الخاتمة على مد نبي نبضان تابت المركي مركزة حكويلي نبي محمد وطني محي سؤال بكوي دي وطول وخاتم النبوة وذيع مركز حديثنا وحلقة قاتو كجر نبي قنو قميص كحرنجري كو حكلو لقى قاتين يتبنان تقول مرو أشب يحدد بأي سنة هين إن بطنك أما قلوسك مرة لفرك هوش أنا وذا دوح لين عرفي عادي والله بنيسة هدي وذاك إنه هلك أحدنا تم وين أما الله أنت سلع ركويه كالحميسة أي عبة عند الناس يعرف قدرك ماشى كنا الوقت كيل علي الوقت كيل علي إيه مركا مرة لكن لو فرنا بقى فري وأصلا لقطة يدو وإسكب بنان طاي لو تركيه وهوش أيضا إذن وحامر كصهر دائما من باب سنة العادات به مسوى سنوين كعادة يعني نبغى نلقى قضى إذا أي سنة هاي أما أي فهبة ونيت نما نحيل من باب العادات وهي وحنا نبغى عادة أسمية وهي مويني وحسنة اتباع وطلق علي ما هاي حتى الشيء نبغى عادة أسمية منك أسمية نبغى أسمية أجر بكيه من جهة الاقتداء والإتساء به بكيه لكن فرد أوفر كلية مجرد كذا أحباب كذا لما يجي حدثنا عبد بن حميد صاحب المسند من إمام الجبل وصاحب التفسير تفسير الحبلية من أحسن التفاسير أو هذا قيام بضانه مسندة مسندة وعليه ومن شيوخ مسلم والمؤلف ترمذيه مسلم بشيوخ ضدوه قال وحد حدنا محمد فضل السدوسي عارم بلقب سلة إلى هذا قال حدثنا حماد بن سلمة عن حبيب ابن شهيد عن الحسن ابن الحسن البصري عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج نبي محمد بابا حي وهو يتكي أسوه كدن جيغو وكت عسكسا على أسامة بن زيد أسامة أصور عسكسا النبي قربها يستعيو النبي بحي وفي مرض موته بي بعض أهل العلم إليه حديث القاسي أتيريات ورواية بضان حديث كوي مدى ونقف سراعيا يعني. عليه دوش سوحاءها نبي أمرك أوقبي ثوب مرء قطري قدر لون نسبي ثوب القطر هو معوسه لكن كان يجري يمن أو بردماء يوم يدبلها أنه أفعنا وعطب قال لسه من يجري يصوف لما هل قاسي مرة هيا قطر هو مركة وبلدة باليمن أما معوسه مقع على ها وثوب قطري مقع تفسير كأدام مري تفسير لكن لو بدن هي قطر كذا مش هذا بحرين بأغر الأورنجري بأغر البحرين بالأورنجري هذا ماشى بحرين لإذا واقع بحرين ماهي لكن بحرين هذا مقشو وهذا ماشى قدر كتر على بحرين لو يقع الثوب القطرنا وثوب منصوبة إلى قطر هل كاسا لقى معوسة مركب البلارون أو واسعة أو برنامية ديليمة قدبان يقوات عدير باله أو قرحسن أو لقى كين يجري هل كاس أي آهي نبقونا جعلا ثوب قطري ومعوس قدره بقبي قبل أن تسوي قد توشح أسوقه اللابت أمجين قارصدي به بثوب فصلى بهم واتجيه فصلى بهم واتجيه وحنا بقى قصوا بحي أسوقه أصامئي روحك علي بقى لسعودي بالرواية قرص الشيغانة قرباها هيا كدم مساتك بيمد
سعادة بتوجيه عليه هو مقدري قد توشح به توشح والله معنى لقوف السراء من مدوى جيني قارس وبمعنى إن ليس ويداري وانت حكا كتور تمرض ضرب هكا الكتور تلك هذا ما تقحكه سيدا عروت انت بدن سمية توشح عكو لي اتباعة اتباعة انت معود مراهق صومري انا ضوان قرب اسكون قيس وقرب قوبة نانا هذا ومرك اتوكت وقرب انا قوبة نانا سيدا جيمتورن هاي اتباعة سوما تقانا مرك سو قرب بنانية هاي انت كان لهم مرضو اي قاعدين بنتوجيي اما سوغو جيني قارصدي ومركز سيدا اوحدا يسوه داريي لبدا طرف قد توشح به هلابتين طبع اسكدها وان اسكم مدمرون بالله هلابان يلا حرم هيا قد توشح به فصلى بهم واتوجيه صحابا وقال عبد بن حميد وحوي هو شيخي حديث كأهدي قال محمد الفضل سألني وحاي ويديي يحيى بن معين بأي ويدي عن هذا الحديث حديث كان بأي ويديي أول ما جلس إلي مركو أهرس إلى صفرس يحيى معين بس هذا إمام كان عبد بن حميدة صاحب المسند عفوا حسين محمد فضل السدوسي بسؤال نجد عفوا مركز يري حد مركز أهرس الله فريس بالحديث كاس إيه يري نور بوح ودنا صيا قرن هي حديث كثر طلا يقاني فقلت حالي بذا حديثنا حماد بن سلمة هي حديث كنوت تبيه فقال حول لو كان من كتاب لو كان من كتاب لو تمنى بأنه قنط كرتا ولا جوابنا مركز وما بعنا وحين قلت الشرطي ومركز جواب أباه المحذوف لو كان الإملاء من كتابك لكان أحسن لكان أحسن بين غنيس هذا الكتاب كإيدير الله بافع الله ومر كان لو ذا شرطية كذب إنه هذه ثمن اللي قاعد يعني مر كان واحد وما بهنه لو كان من كتابك أي لو كان الإملاء والتحديد حديث كاد إيدير نيس إذا حفظ هذا إيدير إن الكتاب وقرا أنت تصوب سأدي إيدير سان شعلان له فعلان له إنه أما فعلان الله إذا ما إن شعلان له فقمت وأنا استجيب ورهضان أي محمد فضل السدوسي لأخرج إنا صوصار كتابي كتاب إبان دونه وبيرق إبان أذيبه فقبض على ثوبي رب إسيه وحوله وحاك عينه فريسه إنه تجابين هيا بالغيه وليه هاي حديثك وكويرين مسكحة أنكو هاي إنه ميل أقو قرية هاي وأصل إيه كتاب أقو قرية أتكال وقات مركان إستاقون قرق أذيبه وانضمعينها كتابك أسوق وقع يقبطيه فقبض على ثوبي ما ربي لا عبي قبطي يحمل معين باقبان هاي ثم قال وحولي أمل له علي إيجيري حفظك هذا إيجيري هذا كتابه إيدون إيجيري أمل له وإيقران أملله بانا أصلك يا هاي أملله لابد اللامبا لسكو إدغامي لسكو رفتي جيري وي تفكيك إدغام بوافري تفكيك إدغام بوافري أملله طيب إي أمل له إيجيري وي إيميري سمتقانا ميري سلما يقال فإني أخافه وحان كبقى هيا ألا ألقاك إنا نقلق المنبر هذا بين النفس كبع على ولا غيّة بدون لسمسية وإني هرت حدك إيه الله ألقاك وأبض بحلاما ثون قوم ويدابه كتاب من دون مترجور ما أدها أما رحلة لا ربحها وهول كلية مشغول كلام أدين ثون قوم ويدا حدك إيه فإني أخافه وحن كعب صن الله ألقاك أنا نقولك من بعدها جلسة هذه ويا قال وحولي محمد فضل السدوسي فأمليت عليه وأويري ثم أخرجت كتاب كتابك يجب أن صوص روان كياني فقرأت عليه مر لبعض كتابك هدناك لأن حديث كان يجي بهدنا عن كتابك أغميري طيب مركا لبعض والسكو داري حديثك مركا حاكو عاد قيبت ضنبها دي قيبتها ورو حاكو عاد إن مرضى لجيني قارسان كرو أما يدو لبعض طرف الاسكو حرى اللي قدتو كان كرو ويسان قصب أهين هذا يقول مننا هوسكو قبط مننا يكوركو صاران تاي ثوب واحدة وهوسنا جيرا كورنا جيرا إنا تكتو كان كرتو كاس لب ملعب waxaa laga qaatay balad kamid loo nisbayn hayo inaan wax dhibaalayn xilliga ayada ah qadar gaala haysatay nasara joogtay iyo yahuud yahuud yaron badnay iyo nasara u badnay laakin arabna saramiyowey arabtaha wadooday yaman ba arab ba joogtay iyaguna yahuud noqday nasara noqday marka baladka laga keenay inaysan wax raaysa uusan lahayn hadaan waka najasi xumaan lagu hubinna aan dhib aysan lahayn baxdi kor laga qaatay qaybta dambana وحلقات أهل الحديث تذلك يكون بحجر حفظك حديثته يسيء قد ذلك جرين الأهم فالأهم سأصدقوا فرزيحوا لحديثك إيين قصة أبساً صلاة إيو نبقى قريد يسيها ولا بضان خسائية وحكى الله قادم هيا إن علماء بضانوا كميدا يكون دي قدرين علمك وديات بحديث إيو يرسو شيخه كتاب كماد إيو يرسو ونقا تقبان كون يريد ويل إذا بدران باطائية أرض إدب بضاني نقا بكو يرم حيث كتاب يدور
والسخاء بالعلم بي كمتها هاي فكو ألق باجري أن أقلي وحتى أرضا أي كدري جري أعمشو كالأي بولها تربيسونه وأرضا كدره تونجر مكو كدر أي قاس وإيو كو عرصده وإيو كو هل هيلو ومريها حاجع جعر هذا فون وقفت مركز كو يرين هاي منك لكن عرية ونقدر أنه شيخ وشيخ والد وحن ندك أي كدر هاي وامح وحالا فينا صبر كالا ضلقات كالا دكسي كالا من علمك قاضي كرو أماني حل قاضي كرمتي مسؤولية مثل نحو اسكبرتك ليسان هياتها واجد دنب ايجي باكد انت أعمش سليم الإمران أعمش مركز قد مات اليوم الذي كان يحرس العلم ويحميه منك علمك إلى لنجري ما انتو يقعد انت يقول ايك لو إلا الرادي ايك لو إلا الرادي إذا وحيو قجي ذا نمبا والاو حال اسكبرتا اسكبرتا اسكسوكعي ما نمبا اسكبرتا اسكتكي نيقا حديكو كعياري من دلالها أيوه صبرها أيوه لب والبدين كان أمري بالربائين وعلمك قاد مالك أرضاق أركب قراع جري شام من عمر يو أركب رفتي مركاسه قراعي مركاسه المرضى بطاطه النقط سعمه قراعه انت ضدئ قراعه أحدك إيريو هل أرمك الأول رفتان حدث إيري شاين أطمان أولاد بكل رفتة شاين تحنده إيري وقراع علماء ألق باجرون أقرأي أرضاق لين جري باجر هذا هو دبرنا مركب حركاسك حالي كان عثرا في الرواية فلان من فلان محدد حافظ كاسي الله والعلي وكان عثرا عثرا في الرواية وحورين تنين كأدبو أها قون علمي جيسا أن دليل وهلني صلى الله عليه وسلم وحدي هب العلم يا قليل وصرت أحقا شوي صرت أحقا شوي هو رأس المنطقة الناس نبا وحي سبان لنكو اسكي يالله وحكا قرن ما يوحدون كوشي واسك الدقسي من الناس كور جنفط مك كعب حوض مال مرة فاطو يطلبوا كعب لما ذان يحوى يتصدع عيا أم بني مركا هوش وصاسك مركا علوض يديق سكو هاي العلم قا أيها كجري حديث كاني حدنا سويد بن نصر المروزي شيخ الترمذي والنسائي راوية ابن المبارك بالله يقنا أرضي خاص وأبوها عبد الله المبارك وعلم بسوء ضم بحمباري راوية أصل كذا أورك القرآن صدق تقول القرآن صدق ليه تبيها القرآن صدق ركوا ذيك لوها والقفص على ليه هذا مركا علم جيسي أوران بولو ريجي كتبته وقال جري أرض أخذ ما عبد الله بوأها مركا راوية ابن مبارك بالله يقنا سويد النصر المروزي قال حدثنا عبد الله المبارك عن سعيد ابن إياس الجريري عن أبي نضرة منذر ابن مالك المنذر ابن مالك ابن قطعة العبدي إبن ونصوم الرينين كاسي عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله رسول الله وحوها إذا استجد ثوبا مرعص مكو هلو إذا استجد مركو عسبوني سيستو ثوبا ببعنا مرعص مك الله كينو ثوب جديد مك الله كينو سماه حكم عابي جري باسم مك عسب حكم عابي وفعلي وعمامت وقميس وشار وكوفيت وفنانت مك عسب كشيقها ينو سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء مقعيس لكم شيء سواء كان ثوب عمامة أما عمامة النقض أو قميصا أما قميصا النقض أو رداء أما قوة النقض عليه السلام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا نبقى هذا مرع سبوني سيستو مرع سبوه سماه باسمه مقعيس لكم مقعاب الجري إمامة أو قميصا أو رداء إمامة أما قميص أما قو فدون بها النقضة أما قال إمامة أو قميصا أما النبي قول كسبة كرده أما رواية يهذا الكتاب كرده سواء كان ثوب إمامة أو قميصا أو رداء أما قال النبي حرنجل إمامة أي هو إمامة أو قميص أو رداء ثم يقول حرنجل أنت كذب مركم مقعس كشعي والنبي قوقاضه اللهم لك الحمد اللهم هذيك واهاتي كما كسوتني سدادي ارد بحسي بمعنى الله ارد بحنت ارد بحسي باتكم ما تنطاي ما نقول لك اسالك وحانك ويدسن خيره مرضا خير كذا وخيرا ما صنع له احلو سمي خير كيس مركا لا سمين هي وحا لو تلقى عورين لو استرو او لو خرغودو ان انا مركاس عجب يغرون سيغردن يا كبر عرون هو أسطرك فك له سمي وخير ما صنع له محل له سمي خير كيسي وأعوذ بك وحكاما قال يا من شره مرضا شركه
مرنا إلى يبكبر كم كان تي إسلام وين إن يحرط كبر إيه هولو أي درم كجلسة أو تسبير صوت خوس كلام ورتبة دع كرتبة يو شر ما صنع له حلو سما يشرك سبع كام عن قلي هذا كتب إن لو طلق قلي إن روح ولا غصمة يا أما الوجود لا مطن كان لقاله هذا مرك هذي وجدحن لو سما الله جنب عن قلي ومن أصقوا شر كيسنا الله جنب عن قلي مرك تدعو الله به حدك واحد صيعة وي اليوم الترمذي حافظ حجر يشعب أرناوط وي تحسينيه وحين كل جي مرك أيضا سعيد ابن إياس الجرير وأن يصوم مرة إن من حافظ إمامه إلا أنه اختلط في آخر عمره عبد الله مبارك نوى من روى عنه بعد الاختلاط لكن أرضب ظن وروى عنه قبل الاختلاط بحديث كورية اليوم النووي ومرك حديث الصحيح يعني في أذكاره أصدقنا قصحا حافظ حجر هو النقدي اليوم النووي في نتائج الأفكار في تخريج أحد الأذكار بؤاد نقدية وحلو وهذا عجيب من الشيخ نووي أجيده والعجب من الحافظ من حجر نووي بقكر لقد يضع يضع وحنا آذوا إنسان فقد يضع يضع رديح حافظك يرقي الرعاور من مالصاري نووي نونو قر لي هالشيخي دكتور بشار عواد معروف في تحقيق لجامعة الترمذي رقم كنت ضواب بقول لحظة يتضواب أمام مجلة صدحات صدح بقول لحظة يشديد مركا حافظكو طريقة لو طريقة طريقة عبد الله مبارك طريقة لهم بو أركي حافظكو لكن أفر طريقة كلاجتة ويصدح كمذا روى عن جرري قبل اختلاطي مركا حافظكو وصحيح لذاته تحسين كترمذي حافظكو إيو شعيبنا صح ماءها حدثنا هشام ابن يونس الكوفي قال حدثنا القاسم المالك سنده مركه حديثه هو كجرت وحاويه سنه كوتان ضمن سنه ويه سنه لبات من حديث كورويه حدثنا هشام بن يونس الكوفي وشيخ الترمذي وابي داود لبدا امام با وحكوريه ابا داود يو ترمذي قال حدثنا القاسم المالك المزني عن الجريري سعيد بن ياس الجريري عن ابي نضره المنذر بن مالك العبدي عن ابي سعيد الخدري عين النبي نحو حديث كذا انه مر انه حديث كدو ايو وريه وي حلقه قاتت مركه مر عصب ان لخيدو انيسان باس يدب لهي وحكى ولا قاتت يا استند كلام نو قرنا استند كويدا بياني اذا في عن سوقات ما ماشي اسكاك مركه سداس وي من كان ضمن مركه قاسم بن مالك وحب متابعين يا عبد الله مبارك واسمنا متابعي كراعي حديث ولا قادنيه مركا حمل نسلمة كمدا مما روى عنه قبل إخلاط كواورية فقبضنا مركا حديث كواورية جرو سمع من الجرارية قبل إختلاطه وحكوا لقاء حديث كإن مرضى لغوشية مقعدة لغوشية وعمامة وأن على الله بهم ماي على الوي على الباني علي ومقعي سبا لغوشية وحين اللي بهدل أمي موقته إمامة وي كوفي يد وي معوس وي قميص وي كدمة ولقود عيسان هيا حقا لقا قالت وحول بإن الله لو باهن يهي وإلى أضون فقير آطاه فقر قادم ذاتي يهي سيدا إلهي غنيه سوء يهي غنى ذاتي مالو بان ربي أسكح الدوض إلهي تلصى ربطو إلهي أكبريد وخير ويدسوتو حدثنا محمد بشار بن دار شيخ الجماعة قال حدثنا عن معاد بن هشام سنة كثيرين قرصهما أنه كاسنو ونغدري كنوا كان قال حدثني أبي ونصمر وهشام ابن عبد الله الدستوائي عن قتادة بن دعامة السدوسي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان حب الثياب إلى رسول الله يلبسه الحبرة الحبرة كان حب الثياب ضمنك اللي جعلها إلى رسول الله يوحوها يلبسه حاله ويحرنيه الحبرة معوسة حبرة الحبرة هو معوسة يمن لك جري حبرة هو من التحبير والمحبر هو المزين المحصن شيء قال القرحية لهذا عوري موسى الأشعري نبي الله هدان موضه هنا لقيسانيس لحبرت لك تحبيرا لحسنت لك تحسينا وتزيينا وي مركا التحبير أو المحبر وشيقا لقرحية وي معوسنا مركا قرحسن بيئها يونو لقصنا من الدون واناكسن لقصنا من الدون مروا النبي قلت حدو حقود جعلا وي يلبسوا الحبرة إذن حقق قميس وأنا قصوا مره هذانا حبرا ملايدا واختلاف الأحوال مع وش هذي الله حيران أيو حبرا النبي أجعلاوي هذي مرة الله حيران كوري هوس بجاري سنة هاي قميص بوجعل الله وضع معنى علوم كلا في سرها يا وبرد مع وش يوم الله كان جري ومركا عطبي أما صوف لقى سمين جري حقنا مضبلا هاي ذكر حسناي الحبرة
أي البرد المحسن. حدثنا محمود ابن غيلان أبو أحمد المروزي وشيخ الجماعة إلا أبا داود، شيخ الجماعة إلا أبا داود وين الصمري، قال حدثنا عبد الرزاق بن همام السنعاني قال حدثنا سفيان الثوري، سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري أبو عبد الله، عن عون ابن أبي جحيفة عن أبيه، أبيه أبو جحيفة وهب ابن عبد الله السوائي صحابي جيلك، قال وحول صحابي قاس رأيت النبي نبي محمد أركي صلى الله عليه وسلم والحال عليه حلة حمراء أسوء جوب قدودا أما عسقرة كأني وحاد موداه أنظر إن انهضب في رنهي إلى بريق ساقيه رلميس عدين تولي رلميه نبي محمد سيء عضيين قرح وذي أمن كان إنه طهق وهي الموداب وليه صحابي. قال صفيان وحور أراها وحان أم لين حلضا أوقبي حبرة إنا يحيي أراها أي أظنها حلضا إسكجوغا نبي أوقبي إنا يحبر أهيد بمعنى معوس وهو أوقبي لمضو أوقنا كربو نبي أوقبي وي حلضا وإسكجوغ لو شيء إسكجوغ أما إسكمضب أه إنا أذكري هو أسكو الحلطة وي قعد إيا قعد إنا تقنتته فضانا ميد عدنا أقربها سارك إنا إسكمضب النقضات إسكجوغ وي وراها وحن أم ملايين سجوجاس إن أي أحد حبرة في صحيح البخاري وحكمي من قصده ما شيء عظيم وهب النبي صلى الله عليه وسلم في فتحاء مكة في حجة الوداع سانك استجوتنت النبي وحجيين يوم فتحاء مكة دحدا مكان أقوم يدبر نبي محمد دحدا مكة تاجن وماش من أحد أما عرفة بن كلا أحد نبي قول تاجن أيان أقوم يدبر مركاسي قبل سجوج قدوزان في حلة حمراء رواه البخاري بكري في صحيحه. رأيت النبي نبي قال كيو عليه حلة حمراء سوى سكجوب الزنقبة كأني أنظر إلى بريق ساق لمعاني ساقيه بريق وإفتين كي إفكا هي قرح ذو إلى بريق ساقيه رد مدي سلوقيت قمض اللوقيت بلوجة أدمها اللوقيت إفتين كوذي وأمد دأما هدى إنا أركا حيو. قال سبيان وحور أراها أي أظنها حاضرة دوي سكجوب أما حلدي عفوا حلدا مجدا سكجوبي حبرة من أهل معاوسه لقى ينجر يمن يقرح سنة وحين تولى لقى قال حديثي كي كه الرجبة برك قرح سن إن لا تعالى إن يسوى واحد ذا لهين زهد دقي يوم توكل كل رئيس يلين حركة كبير كي إسقاطات كي فان كلا دين هاي مو يلا حركة وضع قرح سن لقاته لب ملا حدنا علي بن حجر عفوا علي بن خشرم شيخ مسلم والترمذي والنسائي وشيخ مسلم والترمذي والنسائي قال حدنا عيسى بن يونس إسرائيل والكيوي إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي عيسى ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي ولا منه ولا لا أوي إسرائيل بانسيح وكفضان حدثنا أستغانا أوي هذه إسرائيل بعد أوي حدثنا عيسى ابن يونس عن إسرائيل ومن باب رواية الإخوة أخي عن أخيه ولا منه ولا لا أحدهما يروي عن الآخر عن أبي إسحاق السبيعي أوجد أبوه بحكور هيا أوجد بحكور من وجهه ذا أوجد أبو إسحاق أيوة المن يونس يونس نوائنا أبو إسحاق مركا أوجد بحكا قضان هيا عين براء بن عازب أبو إسحاق مضيحي عمرو بن عبد الله الهمداني عين براء بن عازب قال ما رأيت مارك أحدا آدمي ومن الناس ذلك كمده أحسن وكقوق رؤسا في حلة حمراء من رسول الله سكجوب قدودا أحد حطة وصوبناها كقوق رؤسا ولي ما أركب بسحابي ما رأيت أحد أحد ما أركب من الناس ذلك كمده أحسن كقوق رؤسا كقوق رؤسا في حلة سكجوب حمراء قدودا من رسول الله سبحانه إله نبي محمد نبي محمد وحكا قوق رؤسا تركاس مجري مبيه أن كان إن كانت جمته إن كانت جمته لبتس وحي أهيد جمته واتمها غير قربها سوقار ونقل سوم الرأي إن كانت جمته هلبت النبي محمد وحي أهيد لا تضرب تيقر على كل عضة قريبا ميل كل من منكبي قربه قربها ميل كل بي قراعي ستمر لي ربنا بقولها هو مركا أيضا يحول هذا أوقبي. حدثنا محمد بشار بن دار شيخ الجماعة قال حدثنا عبد الرحمن المهدي قال حدثنا عبيد الله بن إياد عن أبيه أبيه إياد بن اللقيط وأن صوم الرأي شريبا أوكر صوم الرأي إياد بن اللقيط العجلي السدوسي إن بدل ما يصوم الرأي عن أبي رثمة أبي رثمة معز رفاعة ابن يثربي شريبا صوم الرأي وحكى الوشيقة حبيب ابن حيان والوشيقة يا عبيد الله بن إياد عن أبيه سيد مقرر
عن أبيه أبيه دوائيات إياد بن لقيط أسدوسي العجلي عن أبي رثمة أبي رثمة الرفاعة أما حبيب لبضى ما قعب على الغشيقة قال استحابي وحوري رأيت النبي نبي قال أركي وعليه بردان أخضران سوى الله مع وسوده عقارا قبه بردان أخضران مع وسوه هذا والله يا أبي سنصوالة بدي مع وسوه الله بحب الله بقى هذا وحوي مع وسوه وقال لحرين دي مع وسوه فرن بقى هاي سيدو قعي أوفر هاي كدب واد قنتن مع وسوه فتقلي هذا دوارا تحت جليل الاسكوع العلماء هنا واقعوا في الثان او سيدي معود اوصن حاشيه كوري حاشيه هوصلي مركب من نقعوا اهم بقوا قادا من نوال حران هذا يمنين تكي هذا كان يجو واحد انا اركتين مموية معوسة فرون ويقمشة وقاتوا صمين عرق ودقوا مودي يا مريها وانكو حرين جري معوسة لقا لكو واسبوية ايه باش ايدن كو دواران ايه لتحق لها ايه اسكو حران قران قرطة حران ما اوحى لقا الله ايه طيب مع وصف رمبي منه قوبات كده من قربات كحران والهجوجان قربها طار منه ودقنتن وعليه بردان أخذ لما مع وصوده عجارة أيه قوي وأنا حديث صحيح أسوقنا إن سنة كسنة هو صحيح لكن ترمي أسوق حلو هو حسن وغريب لا نعرفه إلا من حديث عبيد الله بن إياد صواب كون عبيد الله بن إياد من لقيت السدوس وإنه يهين ثقة حافظة حلقية بترمي دون مرة إنه يصدق حدثنا حميد عبد بن حميد صاحب التفسير والمسند حدثنا عفان مسلم الباهلي شيخ أحمد الصفار أبو عثمان قال حدثنا عبيد الله بن حسان العنبري عن جدتيه لبدي سأيود بكورنا إياه عبد الله عفوا عبد الله بن حسان العنبري لبدي أيود أيد أبي أيد هو يوي عن جدتي دحيبة وعليبة والدحيبة يعلم منه هو يدي بيت شيء من أبيه بيت شيء عبد الله بن حسان العنبري فلبى أيه أي أبوي عن قيلة بنت مخرمة لبدا أيود وحكورنه قيلة بنت مخرمة وصحابية جليلة قال وحيتر قيلة بنت مخرمة رأيت النبي نبي كان أركي وعليه أسمال مليتين أسمال مليتين والحال عليه نبي قبود وش سيسارين أسمال أسمال فهو جمع السمل ثمل كنا ومرضا هم كيدوغا وذي مرضا طمات كأ أيا ثمل كالليلة ذا أسمال والغجع كصدم وأسباب كصدم وأسباب مركا أسمال ومرضا هم كأمدوغا طماتي الغنى رانتو مليضنا وتصغير وتثنية ملي مليضنا وتصغير ملاءة ملاءة وضد مرضا فرنوي مرضا فرن قيد وارات كأ أيا ملاءة الليلة ذا قاب بلارن إن حنا إن طلعي أيام ملا الله يدادا مركل تصغيرن هي ملايا لديه ملايا ملايا دي هذه لا تثنية يمحين نقول تثنية لا قدوة ملايا تي أنت أنا واحد يقرا إنه يلا مركل معنون حنون نقولي لبرد ضوض دمادة لبرد ضوض أما لبوا وارد أما لبوا قعد دير أو دماغ هو دو نرجع قلنا ركيب يترجع برضو تأيت النبي وعليه أسمال ملايا تي labad dudood labad go'o dhaadheer oo dhamaala ama duug nabiga oo qaban arkay kaanata waxay ahaayeen labada ee dudood ama marood bizaafaran zaafaran baa la miliyo lagu riinjiyeeyo kaanata bizaafareen ay kaanata muzaafareen oo mulawanatayn bizaafaran waqad nafadathu nafadathu waxa toortay ee mulayad ama asmaashi مرضي با زعفران كتورت بمعنى وكرما انتي لا دقي ولا دقي دماتي يا يعني ميدبكي زعفران كو دمات اه او وحي يركسي وسلا كم قني مرادي مركي عصبت رينجي لا غليو رينجي با اف اي برق اي وا موقدا مركي دو كولو دقي انتي دوغودو وخا دمان هيا رينجي بخيسا مركي زعفران دمات اه او ميدبكي سو ميل فو كم موقدو ايا كو يا لوي بعض النص يقول وقد نفضتها نفضتها وخا لا توري وزعفران كي مدب كيسي واحد واحد طورها ينا وحاوي والابد الملايو أما لابد القعوي تالا تطنيضة دي الملايتين كي أولابا نفضته هدي لأن أسماش بي أولابا وإسكمد وإسكمد ووي بمعنى ومحي رينجي بي طفان وارد المادي ورينجي بي كتلم زعفران كي بي كتلم مادي مرضا وفي الحديث حديثك وحا كجر قصة طويلة قصة دير بي كجرتا قصة دير بي كجرتا قصدنا وحال وجد مركي قيل كشف كيسي نبي هران ومن مقل جرت ويرهم ويسيدون نبي عارك ويجد دم بين نبي لكولان في
markay nabiga u timid ayadoo rag badan la socotay iyo muslimiinka la socdo bay qaybta dambe ayay fariisatay nabiga dhabarkiisa ay fariisatay nabiga markuu fariistay ayuu wuxuu iskaga fariistay caadi aho lagu yimid uu soo laabo nabiga salka dhulka dhigay markaas uu jagaa si maskiinnimo leh nabiga boqorka inuu iskala bixiyo lugaha taago oo madax taagaa la rabay si adoonnimo ku jirto nabiga iskaga fariistay shaant markuu isku naxay nabiga haybadiisi iyo qaabka u fariistay naxdin baa qabaatay way garirtay saxaabadu arkay saanta oo garireysa kasan nabi ibn maxamud in almiskiinata qad ru'idat gawaad miskiinta ahayd nabi alla way garireysaa nabigu ma fiirin isagoon eegin buu wuxuu ku yidhi hawsha iska daji innamaa ana cabdun ajlisu kama yajlisu alcabiid adoon ilaahay baana si adoon iskaga fadhiisanhaya rasuulnimadu iyo hawluhu isku baab ma aha ay iyo hawsha aad raadinayso anigu boqor ma ihi markaasay waxay tiri waxaan moodahayay nabigu inuusan basharka iyo bani aadamka ka duwan yahay qaab kaleba u yahay sidiisuba marka waxay horan haysatay iyo waxay aragtay baa isu qaban waayey markaasuu nabigu ilaahay u baryay u duceeyey dambi dhaafna ilahay u weydiiyey qisadaa dheer buu ka sheekeynayaa oo axaabadku tilmaamahaya kadib waxaa dhacday iyadoo goobtii fadhida oon ka teginba waxaa loo keenay haweenay kale iyo nin baa yimid reer bani tamiim qoys reer bani tamiim iyo qoys kale ahaayeen ninkii baa nabi allow dhul dahna la odhan jiray oo najdi xijaas ku yaalay wuxuu dhulka asaga ah anagii reer bani tamiim noo kala goo reer bani tamiim xaggaas u goo intaana annaga noo xukun nabigu wuu waraystay ninka waraysi buu ninkiiba oga warramay ruuxiisa qiimihiisa nabi nin buu u qor in reer hebel halkaa inay iyagu daaqaan oo degaan oo isakada lagaga doono lagaga warqaba ay degaan islaam uu ninkan hadda le nabi dhulka noogo uu soo qaaday oo markuu soo socday baa islaantoo kelid ma cidla ah ku go-an oo gaadinkii ka tagay oo rafaatan buu soo qaaday xagad u socotaa suubanaan u socoya madiina ina keen buuri wuxuu soo saaray gaadiidkii madiinuu kahay markuu cudsaday dhulka in loogeyo talkii la siiyo iqdaac loogu sameeyey islaantu soo qaaday baa la murantay wuxuu dhulka ayagu mala annagaa iskaleh dhulka uu nabi allow iigoo kuleeyahay miyaa taqaana nabi allow waa dhulku geelu daaqoy xooluhu daaqaan oo wax walba uu ka baxo lagu barbaxo umada ka dhexeeya ummadda islaam buu ka dhexeeya dhul reeba loo geyn kara reer bani tamiim loo geyn kara keligood ma aha markaasuu yidhi warbalwar nabi allow siday sheegta weye buu laakiin anaa isdilay inaan soo qaada maba ahayn bal islaanta daa meesha cilada kaga soo tegi lahaa dhibkanba ima qabsadeen buu yihi dayib xadiidkaas dheer weya qisada uu tilmaamaya imaamka uu gooyey dayib xadiidkaani sanadkiisu qaabku hadda isku tarkiibsan yahay sax ma aha can jadatayhi duxaybatu wa culaybatu sidaa sax ma aha ee sidaa saxda waa can jadatayhi duxaybatu wa safiya culaybadu waa aabbahood duxaybo iyo safiya bintaa culayba ah culaybu waa nin magacii oo saxaabi a mooyeena ma aha ma aha muxuu ahaa haweenay magaceed ma aha waa culayba ibnu xarmala waa nin magacii culayba ibnu xarmala nin magacii weyn labada ayayood magacoodu midna waa duxayba waa sax midna waa safiyo bintaa culayba safiyo iyo duxayba waa ilmo culaybo culaybana waa ina xarmale xarmala waa ina cabdullaahi dad noocaas isugu xidhan wey sidaa saxan ee safiyo iyo duxayba ah baa jaamicu tirmidi ku timid sidaa saxan baa sunan abi daawud ku yimid marka shamaa'ilkun baa khalad ku galay riwaayatu shamaa'il yaa waxay can jadatayhi duxaybatu wa culayba culayba oo waalidkii ahaa yaa laga dhigay hee inuu ayeye yahay sababkuna waa duxayba wa safiya bintaa culayba bintay culayba waad garateen bay ila tahay ya ha ilmo culayba dheh ilmo culayba wey ha ya war cadaaday wey almuhim warka waa la fahmay qayla binti makhraba marka waxay u tahay duxaybiyo culaybo laftirkood waxay u tahay ayeye u tahay oo duqo culayba ah hooyadii bay dhashay duqo culayba ah qayla binti makhraba hooyadii dhashay marka waa jadda oo ah abul ummi marka aabbaha hooyadii hooyadii bay marka dhashay oo ayeye u tahay ama aabbaha hooyadii bay dhashay marka ayadaa aabbay noqonaysa xagga hooye ah idan waa reer saa iskugu soo xidhaan wamaca dalika qayladu waxay soo korisay labada ayood duxaybiya safiyadaa soo korisay reer marka saa fudu iskula jira wey sanadka marka la fiiriyo cilo kale ma qabee duxayba iyo safiyo waa majhuulatan
حال كذا لما يقان حافظ حديث الحباري قام جلد كصدحات وحوليه هي حديثك وحسن الإسناد لأن دحيبة وصفية وحيو حكورن هي أيدود أما إسلام في سوكريسي طبقه وطبقة عالية من كبار التابعين وي بابكم وباب الشمائل والرقائق والزهديات وي إذن هولهاني وأن لسكفر مئير إسناد وحسن بوري حافظك أصوك نمنا ويضعيفين هي نمنا كضعيفين وضعيفين هي دحيبة هي صفية مجهولتا الحال وحكى لو حديث لقى قاتو كجيرا هذو بسقنا هذو زعفرانكو لديدي الرجل اللوزي بركة إنا مرتصدا إن نبي قال الله مركز نبي خاص كو أحيط نبي قلناها عن التزعفري أن يتزعفر الرجل هولها سوا هولا دون الرجل وما أقوله نبي قلنا بركو قريبا زعفران لما ريي وذو حيدا أن زعفران كدما ضي مرضا مري دبما لها متك عصبا لديدي يعني هذه أنت زعفران مرضا قليسا مركب أضم يقوله ودوك الكتوميد كباب وبربرق ورق لما ضرب ملا حديث كان يكون لقيت نما نحيي ومن خصائص الرسول لكن انت نكر الله يديمن قوله نما حديث كذا ما مسكنا ينبا نهي عام كابو نبي وكمد يهاي ومضونا كتر زين يهاي حديث كنا مسكنا لأن فيه جهالة حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني حدثنا بشر بن فضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالبياض أي بالثياب البياض درك عد عليكم بالبياض درك عد وقالوا البياض كعد وقالوا من الثياب درك كمده لازمة وهي لازمة درك كعد ودرك كمده عليكم بالبياض من الثياب درك على عد حدنا الليل ليلبسها حد درك عد أحياء كون النول حدين كون النول إفك الجوغ حدين وكفن وكفنا فيها في الثياب البياض موتاك ودنتنا كفنا فإنها بركة عبدي من خير ذيابكم أركي إنك هو نكسبه كمدي هاي لبع الله مرك الله دورت الله أمان إليه من ومد آخر من ومد الدنيا مد الدنيا بركة عبد وسخة مقر صدق وسخة يأسك الجارين مقر صدق مركو دربه وسخه وكفيه وكفع شري كدب وهذا ما يري نظافة كد دالي لكن به الجدودا أم مدو أم عقل هذا صحيح رضو أسبوعية إسك قبي وصغري أسقى جبوك هو قرين أضوط لما ولدا بصو كان كم هاي كعد مركه وحوه كده جوس هاي وروان وسخوه بيا إذا قي ور إن ما يري بكل نظيفي ما كهوش أن الله فض ولا قد قال هاي مد الله بات وقر ملاك ملاك توه عض هذا ملاك ما كه قوت ما ضع أمر هي الغو أركه وشيء عض بقوت ما ضع أما صوحرة تا نبي حوري ورقم نوفل بانريا كو أركي وعليه ثوباني أبيضان عليه ثياب بيض درك عدونات بوشيغا خير بوشيغا درك مدونة شيطان نبي جن إيه بلاي بوشيغا إيه وحلى قرم وري إيه جهنم مرك مدونة بسيدي سوى واسداس مرك الله بضع معنو من خيرية إيه فضيلة إيه هول الملائقة إيه هاي نوالو جعلي هاي نظافتنا وقرن إنت أبو حاكدر نبقى أمري وإنه شاسي ليلة لقاته لقد دالوه حدثنا محمد بشار بن دار شيخ الجماعة قال حدثنا عبد الرحمن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري سفيان هذه الإطلاق شيش هو ابن ثوري وهي ابن عيينة وهي لا أفترن ولا شيء عن حبيب ابن أبي ثابت البصري عن ميمون ابن أبي شبيب عن سمرة ابن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البصوا كحدة حدة عفوا البصوا حدة البياضة بركة على حدة الليل الذي واتنا فإنها أطهر وأطيب فإنها أطهر أيضا أنضافة بلان وأدب أدقون وإن نظافت بنته وضقي وضميلي وسقطي أسكك قرصان ميسو إذن مركو ويعرف فيسا ويؤكيسا مرضي لما دي فيه وكفن وكفن وكو أسطر فيها موتا كون لنتنها لو كفن هذه مركة لو يمد عقارا يمد قدودا يقربتي لها لو كفن لكن أفضل هو تركاسي وروح سنوي أي عد عد وحاكر النبي أماني في كتاب الجنائز بالغو مريدونا كتب السنن وصحاها وحاوي تركاسي وانا برودة يمانك حبرضة أنا نبغى يدرك اللي وقفنا وأمان جلسنا والله وقفنا يبقى حدثنا أحمد منع البغو بابك أنقاري قال حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة قال حدثنا أبي زكريا ابن أبي زائدة عن مصعب ابن شيبة العبد ضعيف منك مصعب بن شيبة العبد ضعيف عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرج رسول الله سوك له إلى الصباح ذات غدات أرور أرورها كمذا
ذات شيء قالون إسبانيا هي واللف تركيزي ذات يوم ذات ليلة ذات بذكر عيسى نفسه شيء قالون يضعفين لف تركيزي با يبحكر ماء ذات غداة أروح كم يدوي والحال عليه مرط نبي مركا أو بطقبة أما قو قبة من شعر أسود من شعر أسود أما أسود طيب أسود هذا نحن وحاويان وحلاقس في مرطقة وعليه مرط أسود فإن قن هذه أسود اللي جهدنا شعر كالغس في من حلوه صديق وياه واسفوي ورقة وقالت ميلاد شعر كاسو أسود مدو أما مرط كاسو أسود مدو لبضع مع التفسير بوال إعراب بوالة المباب إلى طيوة الحركة هي مرط ومركة ضد مرضى فرنوي ملاعظة هذا أنسون مرينة وكلو مرضى دير إيه فران إيه انطولين إيه كل قنين با مرط اللي دادا خاصة بركة واوين ودمر فأي حدا أما صيرها لقوقو قلو أيا اللي دادا والحال عليه مرط ما بقو رضوة أما قوين قوة دير ومن شعر انت ملقست شعر انت ملقست انت ملقست أسود ومدو إذا انت النوح على قاتي إن لحران كرو واسم واحد دبالعين ومن شمائله أي كمتاي حدنا يوسف بن عيسى ابن دينار الزهري أبو يعقوب المروزي وشيخ البخاري ومسلم والترمذي والنسائي شيخ البخاري ومسلم والترمذي والنسائي قال أحدنا وكيع بن الجراح قال أحدنا يونس بن أبي إسحاق السبيعي يونس ومن كذا لي عيسى إسرائيل إسرائيل عيسى أبوه طوي عن أبيه أبو إسحاق السبيعي أبي إسحاق عن الشعبي عامر بن شرحيل الشعبي عن عروة المغيرة بن شعبة عن أبيه مغيرة بن شعبة الثقفي الصحابي الجليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي محمد أيا لبس حدي جبة كورب حدي كورب أما جبة جاكتين رومية روم لونس بي روم لغا كين نصارى الشام با لغا كين روميين تو نمان كان فرنجي غان رحنا وي روميين تو أما أتراكتا تركيين تو لوكا دي دي جنواغا بيزنطية لوكا أسنا رومية لسكو رنجري جبة بو نبي وقبي وحو حدي دي جبة كورب أما جاكتين رومية هيرهم لونس بيقولوا كارهم لقى كيانه ضيقة الكمين ضيقة الكمين لبدا محوها قعمة عليلي كمين كوا تثنية محوها كم ممكن هو مع عمتا ميشان قعنت بقى عليلي ولا قبع انكرين حديث مركو حلقة قاتا إن دركا لقى كيانه وضمها قالا اما إيسو السمائية لحران كرو بعض السلف بحيدة هذين سيل لو قبحوا خلاف كأي احتيال يتورع على اسكما يريد بيها لتقلي والاسكبية قليايا كدبنا الشكران كحرو لكن سيدا اللو بدا يهدا واحد بل لقوه غي ضدك السوس سمين من نجاسية بخط استعمالا ايسان اهين وحاوه الله اسكحران ايه هدي لكن كشك دبي اسكتل هدي وحش كان كقم والله حران كرا باب ما جاء في عيش السلف حين يوجهه حديث كان اسل كسو حكومي من اصغر دير قصدي طبق طبق اها وابو النبي وطبق اذي وصون نقضي ما هو نبي ومالك صودنا قتوه ويسق اذنين مغيرة أنا بقوة سيئة وصلنا كقيب قاطي مركز بكشيكي لكذا مستوقع في حديث كباب ما جاء في عيش رسول الله يا رب الله يتوفر كل واصحي لابد حديث يقول صحيح كهوراء البصون واصحي كان ضنبيع وكجر مصعب من الشيبة أي أثنت تضعيه فيها حيث ما سوى كد الوريقة لكن الإمام التلمي في الجامعة تقول صحيحية شواهد منك صحيحية وانا حديث قومي